الذين تتلمذ على يديه يعرفون جيدا أي قيمة ثقافية حازوها. الذين اقتربوا منه يعرفون أكثر أي قيم أخلاقية وإنسانية وشخصية تعلموها. الذين قرأوا له يعرفون أي ثراء معرفي كسبوه. أحد رموز الثقافة السعودية والعربية دون مبالغة، بصمته مضيئة منذ عقود في جبين الشعر والنقد والبحث والتاريخ والقصة والإدارة والكتابة إجمالا، والمراحل والمناصب والإبداعات شاهدة على ذلك. على كل الأجيال الحالية والقادمة أن تحفظ هذا الاسم وتحتفي به وتفخر بما قدمه للوطن وللثقافة وللمعرفة وللعلم. أحدثكم عن الأستاذ القدير حجاب بن يحيى الحازمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج يا هلا بالعرفج. بين يدي كتاب من مشاوير الحياة، سيرة إنسان ومسيرة مجتمع، وهو سيرة ذاتية لوالدي الأستاذ حجاب بن يحيى الحازمي. هذا الكتاب يسرد تجربة الأستاذ حجاب الحازمي الحياتية في محورين رئيسين. المحور الأول يحمل عنوان مشاويري التعليمية والعملية، والمحور الثاني يحمل عنوان مشاويري الأدبية والثقافية. في المحور الأول بطبيعة الحال تحدث عن تجربته التعليمية، بدءا من مرحلة الكتاتيب، ثم التعليم الابتدائي، ثم التعليم في المعهد العلمي في صامطة، ثم جامعة الإمام كلية اللغة العربية، حصوله على البكالوريوس في اللغة العربية، وكان من أوائل الخريجين من منطقة جازان، ثم بعد ذلك رحلته العملية في التعليم وإلى آخر ما هناك. لكن اللافت للنظر في هذا الجزء أنه تحدث عن مرحلة مجتمعية مهمة جدا، وهي مرحلة الستينات والسبعينات الهجرية تقريبا، حيث كانت الحياة صعبة والتنقل صعب ووسائل المواصلات شبه منعدمة. ولذلك كتب في عنوان الكتاب سيرة إنسان ومسيرة مجتمع، لأنه كان فعلا يسجل مسيرة هذا المجتمع السعودي وتحولاته عبر فترة زمنية تصل إلى 70 عاما تقريبا. وهذه الجزئية مهمة، لأنها ستعرف الأجيال الذين يقرؤون هذا الكتاب بما حدث من نهضة يعني كبيرة جدا في بلدنا، وتحول كبير جدا نفخر به ونفاخر به. في الجزء الثاني تحدث عن تجربته الثقافية وعن مشاويره الأدبية والثقافية، وبدأ فيها بمحاولاته الأولى في النشر اللي كانت أثناء دراسته الجامعية في الرياض، أول مقالة نشرها، ثم المقالات اللي نشرها بعد ذلك، ثم تحدث عن كتبه كتابا كتابا، بدءا بتاريخ النشر ومحتويات الكتاب ما كتب عنه، ثم تحدث عن المهمات الثقافية التي أوكلت إليه، منها رئاسة نادي جازان الأدبي وعضوية مجلس الإدارة، وهو عضو مؤسس من أعضاء مجلس الإدارة، اللجان، المؤتمرات، الملتقيات التي حضرها وأسهم فيها، إلى آخر ما هنالك من مشاوير ثقافية. الكتاب حافل بتجربة حياتية ضخمة ومفيدة أيضا للقارئ. كل التحية والشكر والتقدير حقيقة أولا للوالد القدير الأستاذ حجاب الحازمي، ونوسي عليه بكل خير، وكل الشكر والتحية والتقدير للدكتور الفاضل الدكتور حسن حجاب الحازمي الذي روى لنا قصة هذا الكتاب، كتاب مشاوير الحياة، وهو عن سيرة والده الأستاذ حجاب الحازمي. الدكتور حسن حجاب يعني مثقف كبير وغني عن التعريف وعضو مجلس الشورى، له كل التحية والشكر والتقدير على تجاوبه معنا في أهل بالعرفج، وعلى مدنا بهذا المحتوى الثري الذي سنمده أيضا في الحديث مع الدكتور أحمد العرفج. تفضل دكتور. الله يحفظك. شوف، خلينا احنا دائما قبل أن نتكلم عن السيرة نتكلم عن البيئة. الشيخ عبد الله بن خميس مرة زار جازان بافتتاح السد من السدود، فكتب قصيدة في منتهى الروعة، سأقول منها 3 أبيات والبقي اللي يبغى يدوره. يقول: لو كنت من جازانة من شطآنها لرغبت
عن نجد ونجدياتها، ما الشعر إلا في عقيلياتها، والسحر إلا في سنوسياتها. العالم السنوسي: إن تحتفل هذه البلاد بسدها فاستبشري بالنجح يا جاراتها. يعني ضمد وما ضمد ولا الأشياء. شوف أنت لما تتكلم عن جازان تستيقظ عندك ثلاثة أمور: الشعر والأدب والعلم والزراعة والإنتاج. هذه أنا بالنسبة لي من يومنا الصغير عندي الحساء وجازان يعني المبتدا والخبر بالنسبة للمعرفة، قبل ما شاء الله قبل الدولة السعودية. لما جت الدولة السعودية تستعين لقت أنه منطقة جازان والأحساء جاهزة أنها تمدها بالعلم والمعرفة، عشان كده تلقى العلماء والوزراء والأدباء والروائيين كلهم من جازان، لأنهم البنية التحتية العلمية جاهزة ما شاء الله. أيضا في خلاف دائما الناس يقولون جيزان وجازان، فسألت لقيت أنه صدر مرسوم أنه المنطقة جازان والمدينة جيزان، وأنت ما شاء الله من أهل المنطقة وتعرف أكثر مني. في جازان زي موريتانيا نادرا يعني تلقى، يعني في كلام كثير على موضوع صحيح جازان صحيح. وجازان باختصرها حنا بس نعم، أنا أشبه جازان موريتانيا أنه في جازان ما تلقى إلا يا واحد شاعر يا محب للشعر، لا يمكن أن تلقى إلا يا أديب يا محب للأدب، يا قارئ يا محب للقراءة، فهو مجتمع متعلم بشكل كبير. أيضا جازان على أنها منطقة ما هي كبيرة عندهم مهرجان المانجو، مهرجان الحريت في فرسان، وأيضا البن، البن أحسنت، البن اللي الآن صندوق الاستثمارات داخل فيه مهرجانات كثيرة. أيضا جازان منطقة تغنيك عن العالم لأنه فيها البحر وفيها السهل وفيها الجبل على صغر المنطقة فيها. أنت تتكلم عن الفن محمد عبد وعلي عبد الكريم، تتكلم عن الرواية تلقى عبد خال فلان حبيبنا الدكتور حسن الحازمي، تتكلم عن رؤساء التحرير هاشم عبد هاشم على وطاها الصافي النهاري، يعني لو بقعد ممكن تتكلم أسبوع عن فضائل ومحاسن منطقة جازان. لذلك احنا دائما نقول ناخذ سيرة من بلد ونسلط الضوء على تلك البقعة الجميلة من بلادي اللي نعتبرها جنوب القلب وليست جنوب السعودية، هي جنوب القلب. ايضا لما تجي تتكلم عن 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 المحافظات تجد انه ما شاء الله يعني لان اهل جازان منتشرين في السعودية كمعلمين وذا، تلقى مثلا ضمد مشهورة في القصيم، الداير مشهورة، الشصامطة مشهورة، صبية او مثل صبية في الغوار، يعني بلد الشعر، بلد كذا بلد كذا. هذا ما يخص المنطقة ككل، وانا سعيد وان شاء الله حيكون لنا ايضا الهيجان حيكون له كتاب وحنتكلم شيء اضافي. الان نجي لحبيبنا الدكتور حسن، انا اشكره اول شيء عضو مجلس الشورى وهو صديق قديم ما شاء الله اعرفه لي ربع قرن، رجل مهذب وخلوق، وفي الحقيقه لما قلت له دقيقه ونص التزم بدقيقه ونص واعطاني ما احتاج. اما الحبيب حجاب، هذا الحجاب اللي ليس بينك وبينه حجاب تماما يعني في المحبه والتقدير، أنا أعرفه أيضا من ربع قرن، استضافني في جازان في بداية حياتي يمكن عام 2001-2002، سوينا أمسية شعرية أنا ومحمد حبيبي هناك، وكتبت مقال يومها ليتني جازاني لما شفت الإنسان الجازاني بأريحيته ومحبته وبساطته وحبه للشعر وحبه للحياة. هذا الكتاب باختصار هو لا يحكي عن سيرة العم حجاب، هو يحكي عن المنطقة، وأنا عجبني أنه قبل لا يتكلم عن سيرته وصف لنا المنطقة وكيف أنهم سكنوا في عشة، أنا سميته خريج العشة، عشة، وكان يودي حمار إلى صامطة يدرس ويرجع، وكان وحيد أمه، وهذا أيضا الله يرحمها ويرحم جميع أمهاتها، ربت أمه في كتاب علماء صنعتهم أمهاتهم، ممكن نضيف له أيضا لأنه والد توفى وهو صغير فأمه هي التي ولت رعايته إضافة لأسرته. أيضا هو سليل أسرة، أسرة علم يعني من قبل الدولة السعودية، وأسرة الحازمي في جازان معروفة عنهم في العلم والتحقيقات، وراح لمصر هو وطلع بعض المخطوطات والكتب اللي كتبها. لما نجي نتكلم هو تكلم عن أيضا أهل المنطقة وطيبة أهل المنطقة، تعرفنا أنا يمكن بحكم أني خريج الجامعة الإسلامية متآلف مع أسر جازان، يعني درسنا البهكلي، درسنا النجعي، درسنا المدخلي، درسنا الحفظي، درسنا الحازمي، درسنا حبيبي موكلي إلى آخره من الأسر، المبارك أيضا هذا عضو هيئة كبار العلماء أيضا، هذه الأسماء كلها من جازان. أنت لو أنا بالنسبة لي أقول لك أتحدى لو حطيت مثلا أدباء المملكة تقريبا سيكون نص ثلثهم من منطقة واحدة وهي منطقة جازان. الكتاب يحكي سيرته العلمية والتعليمية، الكتاب الحقيقة ألقى ضوء على منطقة لم نعرفها، أيضا تكلم عن الرياض أثناء دراسته في كلية اللغة العربية وكيف جاء، وإن شاء الله في الحكاية سنتحدث عن طريقته. عتبي الوحيد عليه أنه الكتاب الحقيقة مليء بأشياء ممكن أنها
تخفف مثلا. ايش المنطقه اللي القي عليها الضوء اكثر في الكتاب؟ لا هي منطقه الضمد، هو يسمي نفسه الضمدي، الضمد، وطبعا يتكلم عن ذا حياته في الادب ايضا، المناصب اللي، لكن هو الرجل الحقيقه لما تجلس معاه ما تمل من حديث، وقارئ جيد وعنده مكتبه كبيره، وابنه ايضا مرر العلم الى ابنه. الكتاب الحقيقه انه من مشاوير الحياة، تسمية دقيقة، لأنه هو ما هو سيرة ذاتية، وهو يقول أنا سويتها بالحاح من الأصدقاء، رغم أني قلت لهم وسائل التواصل ما تخلي أحد يقرأ، قالوا لا أنت أكتب، وقال أنا اخترت أكتب باسم الرباعي ومكان ولادتي، وانطلق من ضمد إلى العالمية. فمشاوير الحياة، وأيضا دقيق هنا سيرة إنسان ومسيرة مجتمع، هو أيضا لا يتكلم عن نفسه، مسيرة المجتمع، كيف انفتح عبدالله القرعاوي وتأثيره في المنطقة، المعهد العلمي كيف افتتح، كيف درس في، هو تكلم أيضا عن نجران كذا صفحة وأثنى عليها، لأنه كان يدرس فيها في عام 1399، درس فيها كم سنة، وتكلم عن أهل نجران. فهو ركز على منطقة جازان والرياض ونجران. جميل. وأيضا دكتور، يعني فكرة كتابة مسيرة المجتمع في كتب السيرة الذاتية، أعتقد أنها يعني صارت من الركائز المهمة جدا، لأن اللي يروي سيرة ما شاء الله طويلة وثرية مضيئة مثل الأستاذ حجاب الحازمي، هو عاش تحولات مجتمعية كبيرة جدا. صحيح، هو كيف تشوف هذا الرصد المجتمعي بس في الكتاب؟ هو تكلم عن الملك سعود وانه قابل ومن جاء، وكيف انه الرصد ايضا، انا عجبني التوثيق الحقيقه، هو كل ما يحط شيء يجيب صورته، لما انتقل، لما نجح، لما صار من الاوائل، لما كذا، وهو والحقيقه مبرز من يوم ما كان في الثانوي، كانت معالم النبوغ ظاهره عليه وظاهره على اساتذته، ظاهره يعني كما اشاد في اساتذته في ذلك. وتقدر تمد الحديث دكتور وتقول حتى على تلاميذه طبعا، يعني لانه الاستاذ حجاب يعني مر بفتره لها علاقه بالتعليم وكان استاذ، ومر بفتره طويله جدا في رئاسه النادي الادبي، قدم من خلاله كثير من المواهب، كثير من الدعم، كثير للمنطقه ولمواهبها اجمالا. انا ما قابلت شاب نابغه من جازان الا ويقول انه له فضل عليه بطريقة أو بأخرى، يا في النادي، يا طبع له كتاب، يا درسه في معهد، يا جمعته في حلقة ذكر، يا جمعته في حلقة دراسة. يعني الحقيقة أن الرجل غير أنه أجيب وجيههم في قومه، له محبة كبيرة، أسرته أيضا أسرة الحوازم سلالة علم منذ القدم. أيضا عجبني أيضا أنه أمه الله يرحمها، رغم أنها قليلة العلم، إلا أنها كانت تقاتل من أجل أن يتعلم، يقول ما كان يعني بصعوبة تسمح لي أن أروح أنا من صامت الضمد، من ضمد الصامت والعكس بحمار عشان أتعلم، لكن هي بين نارين، تبغاني أتعلم وخايفة علي، والحمد لله ربنا ستر، ومرة ضاع فيه الحمار وكاد أن كدنا نفقد هذا الأديب الجليل. جميل، شكرا لك دكتور، وكل التحية والشكر والتقدير للأستاذ القدير حجاب بن يحيى الحازمي وللدكتور حسن بن حجاب الحازمي. من الثقافة